بسم الله الرحمن الرحيم. من موسكو طبعا بنقدم التحية ليكم ونقول لشعب مصر كل سنة وانتم طيبين، وكأس عالم إن شاء الله 2022 بأمر الله. وبقول طبعا عايز أقول حاجة للمنتخب السعودي، مبروك، انتوا شرفتوا الكرة السعودية النهاردة، عملتوا كل حاجة في الكرة، ويا ريت تحافظوا على المنتخب ده. المنتخب ده يبقى له شكل تاني وباع تاني، لان فعلا النهارده عملوا كل حاجه في الكوره، ويمكن من اصعب الماتشات اللي اتعملت على منتخب مصر. يعني انا اول مره احس الاستحواذ، الانتشار، في ثقه في اداء فريق السعوديه. النهارده كان بيلعبوا فريق مدارس، يعني النهارده فريق مصر كان بالظبط فريق مدارس قدام فرقه محترمه بكيان فريق السعوديه. والفريق ده انا بقول للمسؤولين في السعوديه ما نفرطوش فيه، هيبقى له شأن تاني. طبعا بقول لمنتخب مصر، هي دي الكوسه مش الكوره، هي دي الكوسه. شفت يا عم كوبر انت وصلتنا لايه؟ ما خدتش ليه احسن حارس مرمى في مصر السنه دي؟ خده يا راجل وقعده. ما خدتش ليه حسين الشحات؟ احسن من اي حد قدام بعد صلاح. ليه؟ هي كان ورث ابوك وانت يعني. وبعدين فين المسؤولين؟ انا شايف ان لازم على المسؤولين في مصر ان الموضوع ده ما يعديش مرور الكرام. الموضوع ده لازم يبقى فيه وقفه ويتحاسب. وانا عايز اقول لك ده، دي سمعه منتخب مصر، دي سمعه مصر. ينفع اللي حصل ده؟ الناس كلها قهرانه وزعلانه ومتضايقه. السعوديه فريق محترم والكره مكسب وخساره، بس احنا بنشحت كوره النهارده. اللي حصل النهارده ده فضيحه، سواء في الماتش ده او ماتش روسيا او ماتش الاوروغواي. وقلنا الكلام دوت من سنه قبل ما نعرف المجاميع، قلت لكم يا رجاله الراجل ده قولوا له شكرا ونجيب مدرب تاني يحس بينا، يعرف قيمه منتخب مصر، يعرف قيمه لعيبه منتخب مصر. انا طبعا مش هقطع ولا في لعيب، لان اللعيبه مالهاش ذنب، هو اللي واخدهم وهو اللي لعبهم. وانا قلت في الحلقه اللي فاتت مع مهيب، يا مهيب احنا المفروض الماتش اللي جاي ده لازم يغير 4-5، لان البدني بدا يقع، اللعيبه بتاعتنا مش واخده ان في اسبوع يلعب 3 ماتشات بتقل الاوروجواي وروسيا والسعوديه. النهارده اللعيبه بتشحت في الملعب، ماشي، مش قادرين يشيلوا رجليهم. على الخبراء بقى اللي بيقعدوا في الاستوديوهات ويتكلموا، قولوا لنا النهارده اللعيبه النهارده كانت عامله ايه. وعايز اقول لكم حاجه بقى، تابعونا في الاستوديوهات بتاعتنا التحليليه اللي هي الرئيسيه، روسيا مع التحية. السلام عليكم.